بسم الله الرحمن الرحيم. ستيبر موتور درايف. ان شاء الله في الفيديو دوت هنتعلم ازاي نبني درايف سيركت بتاعه الستيبر موتور على باستخدام الاردوينو، نعملها سيميليشن على برنامج البروتس. مبدئيا انا عندي الموتور بيتكون، او لو افترضنا ان هو بيتكون من تويندنج، في اتنين كونفيجريشن او في تو تايب للوايرنج بتاعه. يبقى في البايبولر واليونيبولر. البايبولر بحتاج اتش بريدج لكل كويل عشان اقلب البولاريتي اللي عليه، اخليه 1-0 او 0-1 لكل كويل. فبالتالي انا بحتاج في البايبولر الدرايف سيركت بتاعته بحتاج 2 اتش بريدج او بحتاج 8 سويتش. انما في اليونيبولر انا بحتاج فقط 4 ترانزستور او 4 سويتش عشان ابني الدرايف سيركت بتاعت اليونيبولر. ففي الدرايف، فدي تعتبر ميزة لليونيبولر ان انا عندي الدرايف سيركت بتاعته اصغر من البايبولر، ولكن اليونيبولر بيسحب كارنت اعلى من البايبولر. واليونيبولر يعتبر ليه ميزة كمان ان هو بيديني تورك اعلى من البايبولر. فكل واحد ليه ميزة وليه عيب، فسواء كده او كده مش هتفرق معانا دلوقتي نوعية الدرايف سيركت. فانا هشتغل بالبايبولر مبدئيا. وعندي تاني حاجة الموتور ستيبنج. عندي في نوعين من الستيبنج للموتور، في الفول ستيب والهاف ستيب. لو الاربع اطراف بتوع الموتور سميتهم بالاي والبي والسي والدي، عندي الفول ستيب بيبقى السيكونس زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت 1-0-0-0-0-1-0-0، معناها ان انا بعمل انرجايزنج لكل كويل على حدة. مرة اشغل الكويل دوت في بولاريتي 1-0، ومرة اشغله مثلا بوزيتيف نيجاتيف، وبعد كده نيجاتيف بوزيتيف، وهكذا. يعني بقعد اقلب البولاريتي على كل كويل على حدة، ولكن ما عنديش اتنين كويل شغالين مع بعض في نفس الوقت. وده على عكس الهاف ستيبنج. الهاف ستيبنج لا، انا في بعض الستيبس بيبقى في اتنين كويل بياخدوا نفس ال بيبقوا انرجايزد في نفس الوقت. طبعا انا عندي كل كويل بيبقى ال A مع ال C وال B مع ال D. فانا لما مثلا بقول له 1-1، ده معناها ان الكويل ان الاتنين كويل شغالين، ال A مع ال C شغال وال B مع ال C مع ال D شغال. دول اطراف الكل كويل. فادي مثلا 1، ده في كويل 1 هو بس اللي شغال. 1-1 معناها الاتنين كويل شغالين مع بعض. بعد كده رحت فاصل 1 ومشغل التاني. بعد كده رحت التاني لسه شغال، والاولاني قلبت البولاريتي بتاعه، بدل ما كان 1-0 بقى 0-1، قلبت البولاريتي. بعد كده فصلت الكويل التاني، والكويل الاولاني لسه مقلوب. بعد كده قلبت التاني الكويل التاني، فبقى 0-0-1-1 وهكذا. بعد كده فصلت الاول وشغلت التاني، بقى التاني مقلوب والاول اتعدل، وهكذا السيكونس دوت. ف 1-1-1-1-1-1-1-1 وهكذا. ده معناه ان انا في ستيب معينه بيبقى فيه اتنين كويل شغالين مع بعض. وده الفرق بين الفول ستيب والهاف ستيب. الهاف ستيب بيديني ريزوليوشن اعلى من الفول ستيب. تعالى نبني الدرايف سيركت على السكيماتيك اولا، وبعد كده نروح نعمل الكود على الاردوينو اللي احنا هيشغل الاستبر بتاعه. نعمل نيو بروجكت. نسميه ستيبر. create schematic next 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 تمام.
من ال component mode، دوس دبل كليك هنا، اختار اول حاجة الاردوينو. انا كتبت اردوينو اونو، هلاقي ظهر عندي هنا. ولكن لو انت ما عملتش انسيرتنج لللايبرري بتاعت الاردوينو مش هيظهر عندك في السيرش هنا اردوينو. فلازم قبل ما تشغل البرنامج لازم تضيف او تعمل انسيرتنج لللايبرري اللي بتشغل اردوينو مع برنامج البروتاس. وفي الديسكريبشن هرفع لكم لينك بتاع فيديو ازاي تضيف اللايبرري بتاعت الاردوينو على برنامج البروتاس. انا اشتغل بالاردوينو اونو. بعد بقى ما تنزل اللايبرري ديت ابدأ اشتغل معايا خطوة بخطوة. اول حاجة كده جبت الاردوينو اونو، جيب الستيبر موتور، طبعا ادي الاستبر البايبولر وادي اليونيبولر، هو بيفرقهم عن بعض. ادي زي ما انتم شايفين البايبولر 6 طرف واليونيبولر طرفين بس. هنجيب اليونيبولر. بعد كده هجيب اتش بريدج رقمها L298، والاتش بريدج دي بتديني في كل شانل 2 امبير، فالامبير بتاعها كويس. طبعا ده اختيار الامبير بيعتمد على الموتور نفسه، الباور بتاعت الموتور. ادي الطرفين بتوعي، سميهم الموتور ده تعالى اوت 1 واوت 2، ده كويل. وبعدين عندي الكويل التاني كده، دي توصيلة الستيبر موتور. دبل كليك يقول النومينال فولتج بتاعه 12 فولت. خلينا نجيب، خلينا نخليها 5 فولت بس، خلينا نخليها 5 فولت. اجيب من تيرمينال مود هنا اجيب باور، والمثلث دوت بيبقى 5 فولت ثابت. وادي طرف الجراوند، الانبوت بتاعي خلينا ناخد اوت 1 في 7، ده كده الكويل الاولاني. خش خش خلاص قربت خلاص، خش 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 يا عم عادي، انا هقطع الحتة دي وانا بتكلم، خش براحتك. انا كده وصلت البنات بتاعت الكنترول اللي هديني الستيبنج من الكنترولر للاتش بريدج للموتور. هلاقي فيه بنايتين تاني اسمها انيبل اي وانيبل بي، ودول انا لما بحب مثلا اتحكم في سرعة دي سي موتور ولا حاجة بدخل من هنا البولس ريجوليشن. ولكن انا هنا مش عايز اي بولس ريجوليشن، اديها باور، معناها ان انا عندي البنات دي دايما ان التو كويل دول شغالين على طول. وبكده يكون الاسكيماتيك بتاعي خلص. طبعا انا لما بدوس دبل كليك بقول له هات لي البروجرام فايل من هنا. احنا لسه طبعا ما عملناش الكود، هروح على برنامج الاردوينو هلاقي اوتوماتيك بيطلع لي 2 فانكشن، 2 void قصدي. اول حاجة اسمها void step و void loop. ال void step دي بكتب فيها التعريفات بتاعتي بتاعت الرجول اللي انا موصل عليها الموتور بتاعي، او موصل عليها ال H bridge. طبعا زي ما انتم فاكرين
ان انا كنت مستخدم من اول بين رقم 4 لغاية 7، ودول بيعبروا لي عن الانبوت، عن الانبوت بتاع الاتش بريدج. فانا او يعتبر هما الاوتبوت بتوع الاردوينو. في الفويد ستيب انا بعرف البنات بتاعت اللي انا بستخدمها. طبعا انا مستخدم من اول بين رقم 4 لغاية بين رقم 7 as output. فبقول له بين مود 4 output. كده انا عرفت، وده الكود او الامر اللي انا بعرف بيه اي بن على الاردوينو. فكده انا عرفتها ان هي از اوتبوت. نكمل بقى بيت البنات. انا استخدمت 4 و5 و6 و7، 4 و5 كويل و6 و7 كويل. عايز بقى اقول له اشتغل. اول حاجة خلينا نشغله على فول ستيب. فول ستيب لو تفتكروا ان احنا كنا بشغل كل بن لوحدها في مرة، ايه مرة كويل لوحده، وبعد كده الكويل اللي بعديه كل كويل لوحده في مرة. طبعا 4 و5 كويل و6 و7 كويل. يبقى خلينا نرتبهم زي ما هم مترتبين في الجدول هناك. يبقى ده الترتيب بتاعنا 4 6 5 7، ده وده كويل وده وده كويل. يبقى أول حاجة بعرفه، عايز أقول له اعرض لي ديجيتال رايت 4، طلع لي عليها 1. كده هو هيخلي لي اول بن، هنحطهم جنب بعض كده، كده هيخلي لي اول بن اول كويل بواحد. عايز اقول له بقى الباقي كله بصفار. أربعة وستة وخمسة وسبعة كلهم بصفار، صفر صفر صفر. تمام، ناخد السطر كله كوبي. بعد كده ده هيبقى صفر، واللي بعديه هيبقى بواحد، وصفر وصفر. بعد كده ده هيبقى بصفر، وده بصفر، وده اللي هيبقى بواحد. بعد كده ده هيبقى بصفر صفر صفر صفر، والأخير هيبقى واحد زي ما هو معمول. يبقى كده انا شغلت كده كود كده تمام على انه يشتغل دايركت. اول ما دي باور الاردوينو يشتغل على فول ستيب بدون اي سويتش وبدون اي حاجه. اجيب له هنا اقول بيلد، طبعا يقول لي سجل، شوف انا هتسجله فين، المكان اللي هتسجل فيه.
طبعا كان المفروض من الاول ان انا بحدد من هنا البورد من قائمه تول، بحدد البورد اللي انا هشتغل عليها. فانا هشتغل على اونو، دي كان المفروض نحددها قبل ما اكتب الكود. تمام، هعمل بيلد تاني. تمام، ومن قائمة سكتش هقول له اكسبورت كومبايلنج باينري، وده هيعمل اكسبورتنج للهكس فايل اللي انا هستدعيه في البروتاس عشان اعمل سيميليشن. ادي من بروجرام فايل، دول له براوز. ستيبر، ادي الهكس فايل اللي انا عايزه. اوكي كده، بس مش هقدر اروح، مش هقدر، هيحصل ريزونانت في الحركه، مش هقدر اشوف الحركه بتاعه الستيبر. فلازم اديله امر ديلي بين كل ستيب وستيب، فنديله ديلي مثلا 100 مللي سكند. قائمة سكتش أقول له اكسبورت كومبايلد باينري، لازما سينسينج ده توصل بالزيرو. الاقي ان هو كده الموتور بتاعي بيتحرك فول ستيب زي ما انتوا شايفين. طب دلوقتي انا عايز اعمل زرارين على وليكن الرجل رقم مثلا 8 و9 سويتشين. لما ادوس على السويتش يديني فول ستيب، ولما ادوس على السويتش التاني يديني هاف ستيب. طب هو كده شغال فول ستيب، خلينا نشغله الاول ان هو هاف ستيب. نرجع تاني للاردوينو، خلينا نشتغل هاف ستيب. اعمل كوبي للكود كله. طبعا هو كده نفس الكود، فهو كده شغال فول ستيب. خلينا بقى نشغله هاف، هيبقى 1 0 0، بعد كده 1 1 0 0، 0 1 0 0. خلينا نجيب الفايل التاني جنبه، نطبق زي ده بالظبط. ادي اول حاجة 1 0 0، 1 1 0 0، زيرو واحد زيرو واحد، زيرو زيرو واحد زيرو زيرو، بعد كده زيرو زيرو واحد واحد، زيرو واحد، شيل الواحد ده.
يبقى كده تعال راجع تاني، ادي 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 وآخر خطوة اللي هي تعتبر أول خطوة 1 0 0 0 0. وبكده يبقى أنا هيشتغل فول ستيب وهاف ستيب. طبعا ما ينفعش كده، ما ينفعش ان الكود يبقى نصه فول ستيب ونصه هاف ستيب، لا انا عايز اعمل فانكشن بره، والفانكشن ديت اسميها واحده اسميها فول، واحده انا خدته كات، اجي بعد في اخر الكود خالص اسمي فانكشن تانية اسمها void فول. فانكشن تانية أعمل كت لكل بتاع الهاف برضه أسميها void هاف، كده لو أنا كتبت كلمة full بين قوسين هيستدعي الفانكشن بتاعت الفول ويف، ولو كتبت الهاف كده هيستدعي الفانكشن بتاعت الهاف اكني كتبتهم جوه الفويد لوب، بس عشان اصغر الفويد لوب وتسهل عليا الشغل. طب انا عايزه لما ادوس على زرار يشتغل على يشغل الفول، ولما ادوس على زرار تاني يشغل الهاف. ازاي نعمل الكلام ده؟ تعال نرجع للسكيماتيك تاني، نجيب الزرارين نحطهم ادي السويتش الاولاني ادي السويتش التاني، ده معناها لما بدوس على الزرار كده الواحد دوت بيقوم داخل للبن، فانا اقول له اف البن رقم 8 بواحد شغل مثلا الفول، اف البن رقم 9 هي اللي بواحد شغل الهاف. ولكن بالشكل دوت لازما بعمل ريزيستور هنا اسمها بول داون ريزيستور. البول داون ريزيستور ديت فايدتها ان انا لما اكون مش دايس على الزرار بيخلي اللي داخل للاردوينو زيرو، ما يكونش مدخله نويز او مش مدخله اي سيجنال غير مرغوب فيها. فبقوم مثلا ادي كده خليها جراوند، دي معناها لما انا ادوس هنا لما انا اكون مش دايس بيكون داخل زيرو، لما اكون دايس بيدخل واحد. فالبن ديت هي بتضمن لي لما انا اكون مش دايس مدخل زيرو. اصل مش معنى ان انا مش دايس على الزرار ان انا كده مدخل زيرو، لا ممكن يكون بيدخل نويز بيدخل اي حاجه تانية. بيبقى دي اسمه بيسموها هاي امبيدنس ستيت، في الهاي ستيت واللو ستيت والهاي امبيدنس ستيت اللي هي ان لا واحد ولا زيرو. ففي الحالة ان انا مش موصل البول داون ريزيستور ديت دي بيسموها الهاي امبيدنس ستيت. كده اكون وصلت سويتشين، سويتش على الريج رقم 8 وسويتش على الريج رقم 9، وعملت لهم هما الاتنين بول داون ريزيستور. عايز بقى في الكود اقول له تشيك اف الزرار دوت داس اعمل الفول ويف اعمل الفول، وف الزر ده التاني الداس اعمل الهاف. في الاول في السيت اب void ديت اعرف البن بتاعتي اعرفها ان هي
input، فاجي اقول له 8 اللي انا موصل عليها switch input، لازم اعرفها له capital كده. و9 كده انا عرفته ان البين رقم 8 والبين رقم 9 ان هما input. هاجي هنا بقى اقول له if digital read digital read البن رقم 8 يساوي 1، ننفذ الفل. وإف البن رقم 9 هي اللي بواحد، نفذ او خليها ايه else if، else if يعني تشيك على دي الاول، اشتغلت يبقى ما ينفذش التانية، لان لو واحد داس على الاتنين كده هو مشغل الاتنين ممكن يحصل شورت سيركت هيحصل مشاكل، ف مش هيحصل شورت ولا حاجة، لكن ممكن هيحصل الاوبريشن هيبقى بتاع الاستبر فيه اخطاء، فانا عايز لما حد يدوس على ده ما يشوفش التاني، فهقول له اذا الزرار دوت داس نفذ الفول، ما يتشكش على ده بقى عشان عملت له الس اف، انما لو انا كنت سابع اف واف، لو واحد داس هنا وواحد داس هنا الاتنين مع بعض هيقوم مشغل الاتنين مع بعض، ده كده حاجة غلط يعني. عايز اقول له اخر حاجه ايلتس بقى، يعني لا ده داس ولا ده داس، اطفي المواتير كلها، اطفي كل الاطراف، خلي لي كله بصفار، ايلتس 0 0 0 0 0 0 كده معناه ايه؟ لو الرجل رقم 8 ديت اتداست نفذ لي الفول ستيب، الرجل رقم 9 ديت اتداست نفذ لي الهاف ستيب، ولا ده ولا ده اتداس ما تنفذليش اي حاجة خالص. جميل جميل، نعمل بيلد. قال لي في ايرور، الايرور بيقول لك ان انا مش عامل سيمي كولون، وده صحيح عادي مفهوش، هنا في السطر ده الاخير مفهوش سيمي كولون. تمام done compiling كده مفيش اي ايرور. اجي سكتش اقول لك support compiled binary، كده الهكس فايل اتعمل له ابلودنج وطلع من ابديت. تمام ماشي اوكي run، مفيش حاجة متداسة فمفيش حاجة هتشتغل. تعال ندوس على اي زرار، ولكن ده هلاقي في انا طبعا مش عارف رقم 8 ده تقريبا اللي هو الفول ستيب، لو انا شلت ايدي هيقف. تعالى التاني ده الهاف ستيب، شلت ايدي هيقف. وبكده اكون عملت درايف سيركت بسيطة جدا للستيبر موتور، لما ادوس هنا يديني هاف ستيب، ولما ادوس هنا لا العكس، لما ادوس هنا يديني فول ستيب، ولما ادوس هنا يديني هاف ستيب. طب انا عايز ابطأ السيميليشن، هلاقي الامر ديلي اللي انا عامله دوت ازوده، بدل ما هو 100 مثلا اخليه مثلا 50، قصدي اخليه 150 كده يعني. وبكده يكون انتهى السيموليشن. الغرض منه ان انا اتحكم في الستيبر موتور، الستيبر موتور اتحكم في الستيبر موتور سواء فول ستيب او هاف ستيب. الستيبر موتور هو موتور منتشر جدا في الصناعة، بيستخدم في ابليكيشنز كتير، ف يعني اتمنى ان يكون استفاد بالفيديو ويقدر يبني
الكود بنفسه وشكرا.